حصل مكروه؟ احمل. أرأيتم كيف صرحه؟ ابتعدوا عني. يبدو أنه مصاب. أريد أن أستعيد أنفاسي أولا. سترى. هون عم نفسك. هيا هيا احمل. هيا. هيا استعدوا جميعا. استعدوا هيا. هيا بسرعة. هيا بسرعة بسرعة. حسنا. هيا أيها المحاربون. جاهزون. هيا. هيا. الرجل الهام اللقطة 12. أكشن. كان مشهداً رائعاً، أليس كذلك؟ طبعاً كان مشهداً مميزاً. إنه مشهد رائع. أحسنتم جميعاً. أحسنتم. أبدعتم. كنت محقاً. لا شك أنه مذهل. مضى علي وقت طويل في هذه المهنة ولم أرى مثل هذا المشهد الرائع من قبل. إنه مشهد مثير. كنت محقاً عندما انتظرت بروس ليقوم بأول فيلم لنا. إنه مشهد مثير بالفعل، رائع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. صحيح. شن، هل صحيح أن بروس لم يخابر عائلته منذ بعض الوقت؟ للأسف لا تتوفر اتصالات لاسلكية هنا يستطيع الكتابة لهم. اسمعي، بعد انتهاء الفيلم سيكون ضيف الشرف على العرض الأول. أريدك أن تعملي معروفاً معي. اذهبي إلى المدينة غدا لإجراء مكالمة هاتفية. ها؟ مع من؟ سأخبرك لاحقا. سيدي زونغها يريدك. سيدي بروس لي صلب للغاية. هراء أيها الحمقى، كيف سمحتم للصيني أن يتغلب عليكم؟ معروف أن الملاكمة التايلاندية من أشرس الألعاب القتالية. ولكن سيدي أنا رأيته بعيني. بروس لي رائع للغاية. بروس لي يتحدى تقاليد الملاكمة التايلاندية وسنغدو أضحكة بالطبع. إن هو هزمنا في عقر دارنا أخبره أن ينتظر.
حسناً فليجهز الجميع. هيا على جانب. هل الكل جاهز؟ حسناً ستأتون من هذا الاتجاه وأنتم تحملون الثلج دون توقف ثم تكملون طريقكم إلى الخارج. هل فهمتم ما قلته؟ أرجوكم لا أريد أن أكرر ما قلته للتو. أرجوكم التزموا بما قلته لكم. هيا حسناً فلنجهز. يجب أن تتعاونوا مع بروس لتحققوا نجاح هذا المشهد. هل أنتم جاهزون؟ بروس هل أنت على ما يرام؟ نعم لنبدأ. حسناً ليستعد الجميع. إضاءة كاميرا جاهزون أكشن. انتبه وأنت تسير يا غبي. كات أحمق. كات من هذا وماذا تفعل؟ لماذا لم تثبت في مكانك؟ ماذا تفعل؟ عد إلى مكانك. ما الذي تفعله؟ ماذا تريد؟ طلب مني سيدي أن أسلمك هذه. هيا اقرأها. رسالة تحد حفاظا على سمعة الملاكمة التايلندية. فأنا أتحداك لك أن تحدد المكان والزمان. يريد أن يتحداني. أنا أصور فيلما في تايلند. أخبر سيدك إن كان مهتما بمنازلتي فأنا مستعد وفي أي وقت. هذا جيد سأبلغه. هيا خذوا مواقعكم. بروس هل تورطت بمتاعب مرة أخرى؟ كيف عرفت؟ أخبرني يا بروفيسور إينو. بروفيسور هل أنت على دراية بأكثر التقنيات القتالية في تايلاند فتكاً؟ هل يمكنك أن تشير علي بما يجب فعله؟ تذكر بأن لا تدع خصمك يمسك بك. لو حدث ذلك افعل كل ما بوسعك للإفلات منه. يبدو هذا غامضاً. هل أحددت لي أكثر؟ لو سمحت بروس تستطيع الاعتماد فقط على التقنية التي ابتكرتها بنفسك. ضع هذا باعتبارك وأخبرني بما يحدث. بالتأكيد أنت تفهمني. هيا اضرب. رائع. كات يجب أن تكون أسرع. كانت لقطة موفقة. لننتقل إلى المشهد التالي ولكن أبعد قوانين الثلج هذه. هيا اقترب اقترب. هيا تعال واجلس هنا. تعال هيا أسرعوا. تفضل تفضل. هيا بسرعة. لقد استفسرت. تفضل. وتبين بأن تشارلز كان بطلا من أبطال الملاكمة التايلاندية فيما مضى. لم يخسر معركة واحدة قبل أن يتقاعد. إن قوته لا تضاهى أبدا سيدي. سيكون نزاله متعة بالنسبة لي. بروسلي تسرني رؤيتك. بلغني أنك بارع جدا فيما تقوم به. سمعت من تلاميذي بأنك تنظر باستخفاف للملاكمة التايلاندية. أود اختبار قدراتك. حضرت إلى تايلاند لتصوير فيلم سينمائي ولم أحضر لقتال أحد. ولكن بما أنك هنا الآن فلما لا نتمرن معا؟ ولكن قبل أن نباشر لدي شرط. ما هو؟ إن تغلبت علي أريد أن أصبح أحد تلامذتك لأتعلم منك الملاكمة. حسناً أظن أنك ستخسر. لن أخسر أمامك. حسناً وإن خسرت أنا
سأنفذ لك كل ما تريد. عظيم، ولكن بلا خداع. أعدك بذلك. تفضل. لا أحد يقترب. حسنا، ولكن كن حذرا. ابقى هنا كما تريد. هيا بنا، هيا بنا، انتشروا. ابتعدوا الآن، تراجعوا إلى الخلف. هيا. ضربة ممتاز. هيا إنه قوي. تقدم. مدهش. أمر لا يصدق. هيا فلتنهض، انهض يا فتى. كن حذرا. هيا اضرب.
انهم هيا لا 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 انهم يجب ان تخترب اتركوني ارجع 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 أشكرك. مدهش. لقد عرفت ماذا تعني الكونغ فو الصينية. كنت رائعا بكل صدق. وأنا أيضا تعلمت معنى الملاكمة التايلاندية. يجب أن تحافظ على وعدك أن تعلمني كما اتفقنا. حسنا، اسمح لي قبل أن ترحل أن أريك أصول الملاكمة التايلاندية. اذهب واغتسل أولا. ماء. أنا سأحضر الماء. خذ الماء إليه فورا. فورا. شكرا. شكرا. لا بأس. لا شك أنك ملك الملاكمة التايلاندية بحق. أخبرني كيف تفعل ذلك؟ هذا لا شيء، تفضل. شكرا. أشكرك. هذا ما يستعمله سيدي للتمرين، إنه ثقيل جدا. جرب. عليك اختبار هذه أولا. حقا؟ حسنا، جربها ببطء. حسنا، تعال اجلس. هذا الحذاء الحديدي أثقل من حذائك بثلاث مرات. انظر. جيد.
ضم الشجرة بساعديك ويجب أن تستمد القوة من وسطك. اسمع رائع سيدي، يستطيع تحطيم 100 منها بضربة واحدة. سيدي رائع، تفضل. حافظت لما يزيد عن 10 أعوام على لقبي بسبب هذه الركلات. هذا الحذاء هدية مني. هذا لطف منك، ولكن يجب أن يبقى لديك فأنت تحتاجه. أنت أول شخص يهزمني، احتفظ به. أشكرك. من هنا. أنتم لطيفون جدا. تفضلي. شكرا. ألقي نظرة على هذا، سأعود لاحقا. بروسلي. يا صديقي، كان افتتاحا رائعا، لقد أعجبني. ألا تشعر بشيء من الأسف؟ أسف لأني أفتقد شخصا ما. سيدي أهلا. بناء على تعليماتك، الشخصية الهامة في الجناح. جيد بروس، اسمعني، ستقابل أحدا مهما. مهما؟ من يكون؟ ليندا. لو سمحتم انتظروا في الخارج، لو سمحتم. ليندا. فيما بعد، فيما بعد. ماذا تفعلين هنا؟ وكيف أضيع فرصة كهذه؟ هذا رائع سيدي، أنت خططت لكل هذا، شكرا لك. ليندا محقة، لن نجعلك تشعر بالأسى على شيء في مناسبة كهذه. المعذرة. ليندا حبيبتي، تراجعوا من فضلكم. حقا هذه مفاجأة، كيف تسير الأمور؟ كيف حال الأولاد؟ بخير، براندن يزداد طولا، وابنتنا شانون أصبحت تبتسم الآن. حقا. أرغب بالعودة إلى أمريكا لرؤيتهم. طبعا بعد أن تنهي أعمالك هنا. بروس، وجهك شاحب. هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه يا عزيزتي ليندا. الأمر يستحق. حبيبتي، أتعبتك معي كثيرا، قبلني لأرتاح. المعذرة، كنت أبحث عن مكان أرتاح فيه قليلاً.
لا تقلقي، دعيني أقوم بتعريفكما على بعضكما. هذه زوجتي ليندا. ليندا، لقد أخبرتك عنها، وهي إكسمان بطلة الفيلم. أهلا، تشرفت بلقائك. تسرني معرفتك. شكرا. سيدي، أريد أن أوجه لك بعض الأسئلة. ما رأيك بوانغ يو الذي يستعمل الأساليب القتالية الشائعة في الأفلام؟ المعذرة، لا أعرف شيئا عن وانغ يو بالضبط. شاهدت أفلامه بأمريكا ولا أستطيع الحكم عليها الآن. الليلة هي ليلتنا الكبيرة، إنها ليلة الكونغ فو، ليلة افتتاح فيلم الرجل الهام. ما رأيكم لو أبديتم رأيكم بحركاتي في الفيلم؟ سنشاهده جميعا وبعدها نستطيع المقارنة، ما رأيكم؟ لو سنحت لك الفرصة، فهل تنازل وانغ يو؟ في الحقيقة عندما أدركت المفهوم الفلسفي للفنون القتالية الصينية، شعرت بلهفة لمنازلة وتحدي الخصوم خلال تواجدي في أمريكا، فأنا نازلت تقريبا جميع المقاتلين البارعين في مختلف المدارس، سواء في لقاءات خاصة أو أمام الجمهور، وكسبت كل النزالات ولم يهزمني أحد. فمثلا لعبت الجودو، الكاراتيه والملاكمة والتايكواندو، وعلى ما أعتقد المصارعة اليابانية هي الوحيدة التي لم أمارسها، وهذا لأن وزني كما ترون لا يناسب. وما الفرق بين الفنون القتالية الصينية والفنون القتالية الأخرى؟ انصب هدفي حين بدأت على قتال الآخرين، وكانت غايتي من ذلك أن أثبت لنفسي بأني أفضل من الآخرين. أما الآن فلا أحب الدخول بمعارك قتالية مع الآخرين على الإطلاق، لأني أصبحت أكثر إدراكاً لمفهوم الفنون القتالية الحقيقي. أنا الآن أستغل مواهبي في التمثيل وفي أشياء قد أستفيد منها مع عائلتي، واليوم ستشاهدون الفيلم وتحكمون بأنفسكم. هذا كل ما بقي من سنواتي الأولى، والآن إلى العرض. أخرجت أفلاما كثيرة، لكن هذا الفيلم ليس أفضل أفلامي. Let your spirit be brave. Always fight to hold your name. No matter how bad or rough, you never surrender. Let's
أنا لا أصدق ما أرى، ردة الفعل هذه رائعة. طبعا. ون هوي. أهلا. حقا هذا لا يصدق، حين كنا نسير في الشارع اليوم كان الجميع يتحدث عن فيلم الرجل الهام، رائع. لم يشهد التاريخ السينمائي في هونغ كونغ شيئا كهذا. تعال والقي نظرة، هذه هي حصيلة مبيعات دور العرض، وفيلمنا يعرض منذ أسبوعين فقط. هوانغ لقد تجاوزت عائدات الفيلم 3 ملايين دولار، وهذا يفوق واردات شباك التذاكر في أمريكا. حقيقة أنا لم أتوقع هذا. كل هذا بفضل قراراتك الحكيمة وإصرارك على انتظاره. لا يمكنك إسناد الفضل كله لبروسلي وحده. فأنا أيضا كان لي ثقلي فيما يتعلق بواردات شباك التذاكر، ألست محقا؟ طبعا. لا بأس، سوف أبين الأمر على النحو التالي. لقد بذلت جهدا كبيرا في هذا الفيلم، انظر لما كتبته وسائل الإعلام عن الفيلم. كتبوا هنا: لا شك أن قصة فيلم الرجل الهام قصة بسيطة جدا، لكن أداء بروس الممتاز وحركات الكونغ فو المذهلة جعلت منه فيلما عظيما. اسمع يا صديقي، علينا ألا ننسى كل من ساهموا في العمل. هوانغ، ما رأيك أن نباشر بفيلم القبضة النارية؟ ها؟ لا بأس، أعتقد أنه سيكون أفضل من الرجل الهام بعد أن أقوم ببعض التعديلات. فكرة سديدة، فلنقم بتنفيذها. حسنا، سأتصل به فورا، من فضلك ابتعد. ما المضحك؟ بهذه القبعة تبدو كالمخبر السري. لا يمكنني الهرب من المعجبين إن رأوني. أتمنى بروس أن يشاهد كبار منتجي هوليوود هذا الفيلم. حقا أنا لا أكترث لذلك، هونغ كونغ مكان جيد بالنسبة لي. وماذا عن بيتك وأطفالك؟ لن أدعك تفلت مني. لا حيلة لي، كل هذا لأجل العمل، يجب أن نفعل ذلك لأجلنا حبيبتي ليندا. سأهيئ منزلاً يتيح لك البقاء هنا بجانبي. قبل الأطفال وبلغي تحياتي لأمك إن زرت قبرها. سأفعل، أما أنت فاعتني بنفسك. لا تقلقي، جبلت من حديد. مع ذلك لا تهمل نفسك. لا تقلقي عزيزتي ليندا، أنت كل شيء بالنسبة لي، أنت تعرفين هذا جيداً. أعرف، ولكني لم أعد أصبر على بعدك عني. بعد انتهائي من تصوير فيلم القبضة النارية سأعود إلى أمريكا لقضاء فترة من الراحة، سنكون معنا عما قريب، أعدك بذلك ليندا. اشتقت لك ولمنزلي ولأولادي أيضا. بروس، إنه بروس. بروس لي. لا 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 لا، لست هو، المعذرة. بل هو بروس لي، نحن نحبك أيها البطل. المعذرة. ماذا فعلت ليندا؟ شكرا. بطلنا بروسلي. انت بطلنا. اشكركم. هيا يا بطل. ليندا. ليندا. جميعنا نحبك. ليندا. بروس، ما سبب انزعاجك؟ ما الأمر؟ تسألني أنا؟ انظر للنص. والمعنى؟ اسمع، لقى فيلم الرجل الهام نجاحا كبيرا كما تعرف، ولكن هذا لا يعني أن الفيلم الثاني سيكون كذلك. هل من اقتراحات حول ذلك؟ هذا صعب جدا، الفيلم لا يحقق مقاييسي، ومن الواضح أن الكاتب لا يعرف شيئا عن جيت كوندو وعني أنا شخصيا بروسلي. تعال اجلس بروس، تفضل، دعنا نناقش أمر النص فيما بعد، دعنا نغير الخطط لهذا اليوم. لو لم تحضر أنت لكنت أتيتك أنا. دعني أصطحبك لمكان ما. إلى أين؟ هنا، ما رأيك؟ ها؟ ولماذا أحضرتني هنا؟ افتح الباب. حسنا. ستعرف لاحقا.
منزل كي هي، ما هذا المكان؟ تفقده أولا. بروس، قاعة المطالعة في الطابق العلوي، أما هنا فيوجد يوجد العديد من غرف النوم المستقلة كما ترى، أما في هذا الجانب تقع غرف نوم الأولاد. ما رأيك بالبيت؟ من صاحبه؟ حسنا، منذ الآن فصاعدا البيت أصبح بيتك. أتمزح؟ كنت أتحدث معك حول النص ولكنك تقدم لي بيتا؟ هل تم تصلة بينهما؟ أخبرني بكل شيء بصدق. هل أنهيت كل ما طلبته منك؟ نعم سيدي. عظيم، يمكنك الانصراف. حاضر. بروس، ستكون بحاجة لغرف الأطفال وغرفة للمطالعة، أعتقد بأنها ستعجبك. هاي، دعنا نوضح الأمر، هل تحاول حثي لجلب عائلتي من أمريكا للعيش هنا في هونغ كونغ؟ متى أردت العودة إلى أمريكا فهذا شأنك بروس، لكنك في هونغ كونغ الآن ولن تبقى في فندق، سيكون هذا بيتك الثاني كما اتفقنا. غمرتني بلطفك هذا، لكني أبسط مما تتصور. دعني أخبرك بالحقيقة بروس، بطولتك في الفيلم أنقذت الشركة والتي كانت تواجه الإفلاس، وهذا البيت لا يعد شيئا مقابل ذلك، أنت مخلصنا. فهمت الآن ما قصدك، تريد إبعادي عن بقية الشركات أليس كذلك؟ أعلم بروس، أعلم أن كثيرا من الشركات تسعى للاتصال بك. صحيح، من تايوان وهونغ كونغ وجميعها تريد العمل معي، حتى إنهم حاولوا تقديم المال لشراء الاتفاق الذي بيني وبينك. صحيح، ما أن تصبح نجما لا تلبث الفرص أن تنهال عليك. ولكني لم أتخذ أي قرار بعد، أحتاج لوقت للتفكير. بروس، بناء على إرادة فيلمك أعرف أن كثيرا من الشركات تريد انضمامك إليها، وهذا ليس غريبا، حتى لو رغبت بالتخلي عني الآن فهذا أمر طبيعي بالتأكيد، لكن الخيار عائد لك، إذا كنت تريد أن تستمر في التعاون مع شركتنا يكفيني ما لمسته من صدقك وولائك، أريد أن أشكرك. سيد ونهوي، أنا أيضا أرغب بالتعاون معكم، فيلم القبضة القاتلة يبدو فيلما يفتقر للإثارة، فهو مقارنة بأفلام الإثارة القديمة التي أنتجتها هونغ كونغ لا يشكل فرقا كبيرا، ومع ذلك يجب أن يرضي الفيلم ليس الهواة فحسب بل المحترفين أيضا، ويجب أن يكسر فيلمي القيود التقليدية ويرفع من شأن القتال الشخصي للجميع ليصبح على مستوى قومي، عدا ذلك لن يجلب الفيلم أي مردود يذكر، لا لكم ولا لي. ولا تنسى أن أي فيلم فاشل سوف يؤثر على الشهرة التي حققتها لغاية الآن. لا شك أنك عبقري في الصناعة السينمائية، ويبدو أن جميع محاولاتي لإقناعك بالعدول عن مقترحاتك لم تنجح. لا بأس، سأقرك بما اقترحته. اسمع، دعنا نفعل ما يلي، سأطلب من الكاتب إعادة تعديله. إعادة تعديله؟ لن يحدث هذا الفارق الكبير، لن يحدث أي تطور يذكر عليه. ما الذي تريده إذن؟ يجب أن تكون لي صلاحيات المخرج أثناء تصوير الفيلم، هذا هو الحل الوحيد لدي. Oh, 三招